ما الفرق بين رواية ورش عن نافع المدني ورواية حفص عن عاصم؟ جزاكم الله خيرا. عشان قراءتان، قراءة حفص وقراءة ورش النافع المدني قراءتان بينهما شيء من الاختلاف في الأداء، كما في كما الاختلاف بين بقية القراء القراءة السبعة والقراءة العشر كلها قد تختلف في صفة الأداء، ولكنها كلها تكون موافقة للرسم العثماني ورسم المصحف العثماني، فهذا الاختلاف لا يضر والحمد لله، لأنه كله داخل وموافق لمصحف الإمام.